السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا إن شاء الله هنوريكم النهاردة إزاي نقدر نحل محافظة من كتاب المعاصر النسخة الجديدة اللي هو كتاب الامتحانات. هنشوف هناخد النهاردة إن شاء الله محافظة نمرة 5 اللي هي محافظة القاهرة. أول حاجة أنا عندي المحافظة بتاعت محافظة القاهرة نمبر 5. السؤال أنا عايزة أقول حاجة إن في سؤال بيتكون من 3 نقط لازم نبقى واخدين بالنا. أول سؤال كان الكومبليت ذا فولوينج سنتنسز، أكمل الإجابة الصحيحة. In the periodic table which element similar in probability lie in the same. طبعا في البيريودك تيبل هو بيتكون من بيريود وجروب، السيميلر بروبابيلتي بيكون ان ذا سيم جروب. الديب بلوك احنا عارفين طبعا ان برضو البيريودك تيبل بيتكون من 4 بلوك اس وبي ودي واف. الديب بلوك دول بيبقوا موجودين في الميدل، موجودين في منتصف الجدول الدوري، وبيتكونوا من 10 جروب وبنسميهم ترانزيشن، بنسميهم ترانزيشن اليمنت. نمبر 3 is from example of polar compound. طبعا مركبات البولر انا عندي 2 example، ممكن الامونيا وممكن الووتر. strongest non-metal lie in group. طبعا non-metal اركز بقى اللي هو ما قالش metal، non-metal هو group 7A اللي هو بنسميهم هالوجين، ولكن strongest metal in group 1A ودول بنسميهم alkali metal. الاركيوبتريكس link ما بتوين حاجتين احنا عارفين، الريبتايل والبيرد، ريبتايل والبيرد طبعا ده في درس الفصل. نمبر 6 eating food high concentration of lead. احنا عارفين في درس الميه او لما جينا خدنا الووتر لسون 4 يونت 1 اتكلمنا عن بعض تركيزات العناصر وقلنا الجزء ده مهم قوي. الليد يا جماعه بيسبب ديس برين سيل، الليد بيسبب ديس برين سيل، ولكن الميركري ارتفاع نسبه الميركري بتسبب بلايندنس، يبقى increase concentration of the lead causes less brain cell، اما increase concentration of mercury causes blindness. ولازم برضو نبقى عاملين في حسابنا برضو ان ده الجزء بتاع الكيميكال، الكيميكال بوليوشن، ده يعتبر الكيميكال بوليوشن. خدنا الليد وخدنا الميركري وفي كمان عندي الارسينيك اللي هو كان بيسبب ليفر كانسر. يبقى هو ده اجابه ليسون درس السؤال الاول question 1 number A اهو، ده إجابة الكمبليت يا جماعة. نمبر 1 جروب، نمبر 2 ترانزيشن، نمبر 3 ووتر، نمبر 4 7A وجروب 1A، نمبر 5 بيرد، نمبر 6 ديسبرين سيل وبلايندنس. نمبر B بقى يا جماعة بيقول لك هنا give example، عايزين مثال على ما يأتي. نلاحظ هنا endangered plant، endangered plant ما قالش animal يا جماعة، طبعا endangered animal حاجة و endangered plant حاجة. انا عندي في الاندنجريد احنا اتكلمنا ان هما كانوا 5000 نوع، خدنا منهم مثلا الباندا، خدنا الاروى، خدنا برباري. اما البلانت هنا هو نوع واحد بس اللي هو بيبرس بلانت اللي هو نبات البردي، بيبرس بلانت اللي هما بيستخدموه الفرو الفراعنه. in the writing number 2 extinct non-flying bird، طائر لا يطير اللي هو انقرض هو الدودو بيرد، وقلنا طبعا الدودو بيرد انقرض لانه كان ايزي تارجت، كان هدف سهل جدا لان كان عنده هاف شورت وينج، هاف شورت وينج. نمبر 3 element doesn't react with water، عنصر ما بيتفاعلش مع الميه، ممكن نقول الكبر، نكتبر نفتكر الكيميكال اكتيفيتي سيريس. طبعا انا عندي الكبر dont react with water، نفتكر الكيميكال اكتيفيتي سيريس لان انا قلت برضو ان كان في حاجات react with water بيتفاعلوا مع الميه على طول، لو نفتكر زي ايه اللي بيتفاعل معاه مثلا الصوديوم والبوتاسيوم وهكذا، لان بيتفاعل مثلا مع الهوت ووتر فيبر كان الايرن وكان الزنك، مثلا اللي بيتفاعل سلولي كان الكالسيوم وكان المغنيسيوم، واللي ما بيتفاعلش خالص دونت رياكت هنا زي السؤال بتاعنا هو هنقول الكبر. بوليوتانت اوزون لاير، طبعا احنا عارفين البوليوتانت كانوا اللي هم كان الكلوروفلوروكربون كمثال مثلا، او الميثايل برومايد او الهالون، احنا ممكن نكتب هنا كلورو فلورو كربون. تمام، ده سؤال نمبر بي اهي اجابته يا جماعة، بيبرس بلانت، نمبر 2 دودو بيرد، نمبر 3 جولد كبر سيلفر او ممكن نقول هنا الكبر، نمبر 4 كلورو فلورو كربون. طيب السؤال بقى اللي بعديه ده في فكرة شوية، هو هنا عايز المكان بتاعه في البريودك تيبل. طبعا انا كنت عاملة فيديو ازاي نحل الجزء دوت وهوريكم دلوقتي ازاي نقدر نجيب مكانه في الجدول الدوري. انا عندي عنصر هنا هو مديهولي اللي هو K19 بوتاسيوم. هنبتدي الاول حاجة نوزعه، هيبقى المستوى الاولاني بياخد 2، المستوى التاني بياخد 8، المستوى التالت المفروض بياخد 18. طبعا انا هنا متبقالي 9، ما اقدرش اقول 9 يا جماعة في المستوى الاخير هيبقى غلط لان الاتوم نوت ستيبل، ده حاجة احنا خدناها السنة اللي فاتت، هنقول 8 برضو وهيبقالي الكترون واحد.
طبعا البريود احنا بنجيبه من نمبر اوف الكترون ان سوري انا اسفه البريود بنجيبه من نمبر اوف انرجي ليفل، عدد مستويات الطاقه، يعني بريود 4. طب والجروب بنجيبه منين؟ هو نمبر اوف الكترون ان اوتر موست ليفل، عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير، يعني جروب 1 اي. نقول تاني، انا وزعت البوتاسيوم عادي، البريود بجيبه من نمبر اوف انرجي ليفل، عدد مستويات الطاقه، هنا كان 4، والجروب بنجيبه من نمبر اوف الكترون اوتر موست ليفل، عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الخارجي، هي 1 1 اي. تاني اكزامبل عندي هو الارجون، هو مديهوني برضه في السؤال 18. هنبتدي نوزع غاز الارجون عادي، هيبقى 2 8 8. تمام كده، طبعا احنا قلنا ان البريود بيكون نمبر اوف انرجي ليفل، يعني هيكون بريود 3، عدد مستويات الطاقه. اما الجروب بنجيبه من نمبر اوف الكترون اوتر موست ليفل، طبعا هنا المستوى مكتمل، يعني بقول عليه جروب 0 اللي هو نوبل جادز او جروب 18. ده الحاله الوحيده بيكون شاذه شويه، هو جروب 18. تمام كده، شفنا حل السؤال اهو كمان. يبقى انا عندي عرفنا ازاي بنحدد مكانه في الجدول الدوري، بوزع عادي يا جماعه، وبعد كده بقول اهو البريود بجيبه من نمبر اوف انرجي ليفل، اما الجروب بنجيبه من نمبر اوف الكترون ان اوتر موست ليفل، وهنا نفس القصة بجيبه من number of energy level، والجروب بنجيبه من number of electron master and outer most level، وطبعا هنا بما ان مكتمل بقول جروب 0 او جروب 18. number 2، السؤال number 2 او question 2 ده بيكون برضو من A و B و C. number A بيقول scientific term، عايز بس الفت نظركم الحاجة ان الامتحان بيكون طويل، فلازم نكون متذكرين كويس عشان نقدر نحل بسرعة. هنا بيقول number 1 remains of old living organisms that are preserved in sedimentary rock، ده definition بتاع fossil. number 2 descending arrangement of the element according to their chemical activity، ده بنسميها chemical activity series. وعلى فكرة definition ده بيجي في كل امتحان تقريبا، chemical activity series هو descending arrangement of the element according to chemical activity، متسلسلة النشاط الكيميائي. Number 3, they are safe area established to protect endangered species in their homeland. طبعا ده الديفينيشن بتاع مين؟ ايوه natural protectorate، المحميه الطبيعيه. وطبعا احنا عارفين natural protectorate زي عندنا في مصر مثلا اللي هي راس محمد، وزي كمان اللي هي وادي حيتان، وبرده في بلوستون في يو اس اي، وفي برده محميه الباندا، باندا بروتكتوريت موجوده في تشاينا. طبعا يبقى دي كلها اكزامبل على ناتشرال بروتكتوريت اللي هي المحميات الطبيعيه. نمبر 4 ريجون بتوين تروبوسفير وستراتوسفير، ما بين التروبوسفير والستراتوسفير طبقه اسمها تروبوبوز، بجيب من تحت لفوق يا جماعه. ذا تايب اوف ذا ويك الكتروستاتيك اتراكشن arises بتوين مولكيول اوف سام بولر كومباوند، طبعا ده ديفينيشن بتاع الهيدروجين بوند. They are non-metal oxide which dissolved in water forming acidic solution، طبعا ده ايه؟ ده يعتبر الاسيديك اوكسايد. انا عايزه بس افكركم بحاجه، انا كان عندي في بيزك اوكسايد وفي اسيديك اوكسايد. الميتال اوكسايد بنسميه بيزك اوكسايد، والنون ميتال بنسميه اسيديك اوكسايد. وطبعا البيزك اوكسايد ديزولف ان ووتر فورم الكلاين سوليوشن، اما النون ميتال اوكسايد او الاسيديك اوكسايد ديزولف ان ووتر فورم اسيديك سوليوشن. يبقى ده ديفينيشن بتاع الايه؟ الاسيديك اوكسايد، الديفينيشن بتاع الاسيديك اوكسايد. نمبر 6 زي ار 2 ماجنتيك بيلت سراوند ايونوسفير، طبعا احنا قلنا السؤال ده كتير قوي، اللي هو بيكون فان الين بيلت. فان الين بيلت هو 2 ماجنتيك بيلت سراوند ايونوسفير، وده بيعمل سكاترينج للهارمفول راديشن، بيعمل سكاترينج للهارمفول راديشن. نمبر 8 ترابينج اوف انفراريد راديشن ان تروبوسفير لاير، طبعا ان ترابنج انفراريد راديشن ده اللي احنا بنسميها يا جماعه جرين هاوس افكت، جرين هاوس افكت. ده سؤال اهو نمبر 2 ايه اهي الاجابه بتاعته يا جماعه، عشان اللي عايز الاجابه اهي. ايه فوسل نمبر 1، نمبر 2 كيميكال اكتيفيتي سيريس، نمبر 3 ناتشرال بروتكتوريت، نمبر 4 تروبوبوز، نمبر 5 هيدروجين بوند، نمبر 6 اسيديك اوكسايد، نمبر 7 فان الين بيلت، نمبر 8 جرين هاوس افكت. سؤال نمبر بي نمبر في كويتشن نمبر 2 منشن ميجرنج يونت، هنا عايز وحده القياس. الاتوميك سايز يا جماعه الوحده بتاعتها هي البيكوميتر، هي بارت اوف مليون اوف مليون اوف متر، اللي هي 1 تايمز 10 باور ماينس 12. تاني حاجه ديجري اوف اوزون، ودي بنقيسها بحاجه اسمها دوبسون. نمبر 3 اتموسفيريك بريشر، احنا عندنا البار والملي بار، وطبعا البار بيكوال 1000 ملي بار. يبقى الميجرنج يونت نمبر 1 في الاتوميك سايز هي البيكوميتر، نمبر 2 دوبسون للاوزون لاير، نمبر 3 البار والملي بار. تمام كده، طيب
هناخد بعد كده في مسألة، واحنا قلنا ان لازم هيجي لنا مسألة في الامتحان. هنا بيقول لي if the temperature of sea level 30، عايز temperature at height 6 كيلومتر. هو مديني الهايت ومديني temperature at sea level وtemperature at foot. انا المفروض مني ان انا هجيب temperature at top اللي هو عند الارتفاع دوت. هنحل المسألة ازاي؟ انا هوريكم برضو ازاي نحل المسألة. انا عندي اول حاجة هقول temperature at top equal temperature at foot minus ال change. طيب انا كنت فيه بجيب اللي تشينج كده من تراينجل. التراينجل ده بيقول ان اللي تشينج ايكوال 6.5 تايمز الهايت. الهايت بالكيلومتر، انا عندي هنا الهايت ب 6 كيلومتر، يعني 6.5 تايمز 6 هيبقى ب 39. ده اللي هو مين اللي تشينج. تمبريتشر ات فوت هو مديهولي اهو ب 30، ماينس ال 39 هيبقى ماينس 7 ديجري. ده اللي هو هتكون درجه الحراره ات توب. نقول تاني اهو، هوريها لكم برده. هو مديني التمبريتشر ات فوت، انا هجيب التمبريتشر ات توب ومديني الهايت. طبعا من الهايت احنا بنجيب اللي تشينج اللي هو بيكون 6.5 تايمز الهايت، يعني 6 تايمز 6.5 هيديني ب 39. هقول تمبريتشر ات توب ايكوال تمبريتشر ات فوت ماينس اللي تشينج، يعني هيكون بنيجاتيف 9. نيجاتيف 9. طيب نمبر 3، انا عندي برضو هنا بيتكون من A B و C. نمبر A تشوز. تمام كده. الميتوريوس بتتكون في انهي طبقه؟ لازم نفتكر هي طبقه الميزوسفير، ولازم نبقى عارفين ان الميتوريوس بتتكون نتيجه اللي هي بروتكت، ان هي بتحمينا طبقه الميزوسفير بروتكت فروم روكي ماسس، بتعمل لها فريكشن وذ اير، وده اللي بيسبب الميتوريوس. يبقى الميتوريوس بيظهر في طبقه الميزوسفير. نمبر 2، اليمنت هوز اتوميك نمبر 15 سيميلر تو كيميكال بروبرتي اوف اي. طبعا لازم نقول حاجه، احنا قلنا ان بيكون السيم جروب هي سيم بروبرتي. يبقى انا هشوف العنصر اللي بيكون في السيم جروب. طبعا احنا قلنا الجروب نمبر اوف الكترون اوتر موست ليفل. هو انا بيديني كذا اختيار، لازم الاول اجيب الجروب بتاعه. الاختيار الاول 5، الاختيار الثاني 7، الاختيار الثالث 17، الاختيار الرابع 19. هنبتدي نوزعهم ونعرف. الاولاني هو يا جماعه بيكون اللي هو ال5 بيكون 2 3. طبعا ما ينفعش لان ده هيكون جروب 3، مش هينفع. انا عايز اكون سيم جروب. ثاني اختيار اللي هو ال7 2 5 ده هيكون هو نفس الجروب، يعني بيتفق معاه في السيميلر بروبابيلتي، ده هيكون الاختيار الصح. طب نكمل برضو، انا عندي ال17 هيكون 287، ده هيكون جروب 7، يبقى ما ينفعش. عندي بعد كده اللي هو 19، لما اجي اوزعه هيكون 2881، يعني المستوى الاخير بيحتوي على 1 الكترون، يعني جروب 1A. طبعا هنا جروب 1A، وهنا جروب 7A، وهنا جروب 5A، وهنا جروب 3A. طبعا انا لازم اقول على حاجة، ان العناصر السيم بروبرتي بيكون سيم جروب، يعني العنصر الوحيد اللي هتفق هتبقى الاجابة نمبر B اللي هو نمبر 7. نمبر 3 is from microfossil. طبعا انا عندي الميكروفوسل، احنا قلنا حاجتين مهمين قوي اللي هم فورمانيفيرا وراديول اريا. هنختار فورمانيفيرا اللي هو نمبر C. فورمانيفيرا، ان مش هختار الماموس ولا الفيرن ولا الاركيوبتركس، انا هختار الفورمانيفيرا. نمبر 4، all the following greenhouse gases. طبعا greenhouse gases انا اكسبت. كلمة اكسبت دي لازم احط تحتها 100 خط ما عدا مين. طبعا السو او 2 ده من greenhouse gases، الاكسجين لا. N2O من النيتروس اوكسايد، ده بيعتبر من greenhouse gases. والميثان CH4 يبقى الوحيد هيكون اكسجين اللي هو O2. البي بلوك بيتكون من كام جروب يا جماعه؟ البي بلوك بيتكون من 6 جروب. احنا عارفين ان اس بلوك بيحتوي على 2 جروب، والبي بلوك بيحتوي على 6 جروب، والدي بلوك بيحتوي على 10 جروب. احنا نختار هنا 6. ريبليس ذا وود ماتيريال بارت باي بارت باي اول ذا بلاد، وده بنسميها ايه؟ سيليكا. طبعا عارفين السيليكا هي اللي هتحل محل الود. تمام كده، ده في البتروفايد فوسيل. الفوليوم اوف ذا اوكسجين ايفولفد ديورينج الكترولايزس اوف ذا ووتر از، طبعا كميه الاكسجين بتكون نص كميه الميه، يعني هقول هاف. انا اسفه، نص كميه الهيدروجين، يبقى اقول هاف من الاكسجين. طب ليه بقى؟ انا هقول لكم برضو ان انا عندي جزيء الميه يا جماعه لما بيجي يتفك هيديني 2H2 زائد O2، يعني انا عندي جزيء الميه هو بيتكون من ذرتين هيدروجين و1 اكسجين. يبقى في الحاله دي كميه الاكسجين هي هاف للهيدروجين، بيتكون من 2 هيدروجين 1 اكسجين، يعني يعتبر نص كميه الايه؟ الهيدروجين. انا هختار هنا هاف، هختار هاف اجابه نمبر بي. تمام كده، هنشوف برضو الاجابات اهي بتاعتي سي بي سي، وهنا سي وهنا بي وهنا اي. دي الاختيارات بتاعتي الصح. وطبعا نمبر اي
الميزوسفير، ونمبر 2 هنختار الإجابة نمبر بي. تمام كده، دي الاختيارات الصح يا جماعة. طيب عندي السؤال اللي بعديه اللي هو بيكون برضو تبع الاختياري أو تبع الـ choices. الفصل indicate that environment which have low tropical hot rainy. طبعا hot rainy tropical هيبقى fern، hot rainy tropical هيبقى fern، يعني الإجابة نمبر A. طيب ده بقى الكمبليت مهمة قوي يا جماعة، الكيميكال رياكشن مهمة قوي. يعني هنشوف اهو الكمبليت 2mg زائد O2 هيديني 2mgO، ده اللي احنا يا جماعة بنسميه basic oxide، ده اللي هو dissolve in water form alkaline solution. اما CO2 زائد H2O هيديني H2CO3، وده بيعتبر acidic oxide بيتفاعل مع المية وبيديني محلول acidic solution. تمام، ده الكمبليت يا جماعة بتاع الكيميكال رياكشن. طيب هناخد بعد كده اللي تشوزس هنا من ايه هنختار لي بي. تمام كده، طيب هنا بيقول لي اول حاجه الليكويد صوديوم. الصوديوم على فكره خدمات الجزء مهم جدا جدا جدا. الصوديوم يا جماعه بيستخدموه في ايه؟ هل بيستخدموه بالريزرفيشن اوف ذا فود، ولا الكترونيك ديفايس، ولا نيوكليير رياكتور، ولا بريزرفيشن اوف ذا كرونيا؟ طبعا الصوديوم بيستخدموه في النيوكليير رياكتور اللي هو جنريت الكتريستي. نمبر 2 الليكوفاي نيتروجين. طبعا النيتروجين انا قلت اهو اللي هو بريزرفيشن اوف كرونيا. يا جماعه البويلنج بوينت بتاعت النيتروجين هي ماينس او نيجاتيف 196، نيجاتيف 196 البويلنج بوينت، عشان كده بيستخدموه في بريزرفيشن اوف كرونيا. طيب نمبر 3 كوبالت 60 بنستخدمه في البريزرفيشن اوف ذا فود. اما السيليكون اخر حاجه هنا بنستخدمه في الالكترونيك ديفايس نمبر بي. يا جماعه الجزء ده مهم جدا، النيتروجين بنستخدمه في الكورونيا، الكوبالت 60 بريزرفيشن فود، السيليكون بنستخدمه في الالكترونيك ديفايس، والصوديوم في النيوكليير رياكتور. دي اللي تشوزز يا جماعه. نمبر 1 هياخد سي، نمبر 2 هياخد دي، نمبر 3 هياخد اي، نمبر 4 هياخد بي. الكويشن نمبر 4 دوت كوريكت، هنصحح الكلمه الغلط. وين ووتر فريز، لما الميه بتتجمد يا جماعه الدنسيتي انكريز؟ لا، هي الدنسيتي ديكريز. امال مين اللي بيحصل له انكريز يا جماعه؟ هو الفوليوم، الفوليوم هو اللي بيحصل له انكريز اما الدنسيتي ديكريز. نمبر 2 ميثايل بروميد يوز ان اكستنجوشنج فاير، هل بنستخدمه في طفي الحرائق؟ لا، الميثايل بروميد ده في البريزرفيشن اوف ذا فود او في الكروبس، حفظ المحاصيل الزراعيه، لكن اللي بنستخدمه في الاكستنجوشنج فاير هو الهالون. نمبر 3 ايتش بيريود اند ويز، طبعا اي بيريود بينتهي بايه؟ هو بيبتدي بميثان وبينتهي بنوبل جاز. نمبر 4 الكومبليت بادي فوسيل اوف ذا ماموس فورمد بريزرفيشن ان، طبعا احنا عارفين ان الماموس بيكون في العنبر، لا بيكون في السنو في الجليد. البيتريفايد وود ار كونسيدرد از ا روك، لا طبعا البيتريفايد وود بيعتبروا فوسيل. الهالوجين ويتش اكزيست ان ذا سوليد ستيت ان، طبعا عارفين الهالوجين البروماين ده بيكون ليكويد، البرومين بيكون ليكويد، امال مين اللي بيكون في السوليد؟ هو الايودين، وطبعا الفلورين والكلورين دول جاز. على فكره الجزء ده مهم قوي اللي هو بتاع الهالوجين. انا عايز اقول بس على حاجه، الهالوجين الفلورين والكلورين جاز، والبرومين بيكون ليكويد، اما الايودين بيكون سوليد، ده بيكون ليكويد وده بيكون جاز. تمام كده يا جماعه، يبقى انا هنا هختار الايودين. تمام، طيب هنا بيقول لي اخر سؤال، المودرن بريودك تيبل بيتكون من كام اليمنت؟ طبعا 118. هنشوف برضو التصحيح يا جماعه اهو. تمام هنا اهو فوليوم، هالون، نوبل جاز، سنو، فوسل، ايودين 118. طيب ترو اور فولس، كلورين كان ريبليس برومين ان ذا سولت سوليوشن؟ صح، انا عايزه بس افكركم بحاجه برضو، ان انا عندي كل واحد بيحل محل اللي قبليه في الهالوجين، يعني الفلورين كان ريبليس كلورين، والكلورين كان ريبليس برومين، والبرومين كان ريبليس ايودين. يبقى في الحاله دي فعلا الكلورين كان ريبليس برومين، يبقى الكلورين كان ريبليس برومين، صح ترو. نمبر 2 الماموس اند ديناصور اولد اكستنت انيمال، طبعا لان الحيوانات انقرضت قديما، الماموس والديناصور. طب والحديث عشان برضو نفتكر الدودو بيرد والكوانجا. الانفراريد راديشن كيميكال افكت، غلط فولس، والسؤال ده مهم قوي. الانفراريد يا جماعه تاثير ثيرمال افكت، اما الكيميكال افكت هي الالترا فايلوت، يعني هنا اكتب هنا فولس.
الالتيميتر يوزد ان ديترمينيشن بوسبل داي ويذر طبعا فولس. الداي ويذر يا جماعه هو الانيرويد، هو الانيرويد. الالتيميتر بنقيس بيه اللي هو اليفيشن اوف نافيجيشن بيسد اون اتموسفيريك بريشر. يبقى الاجابه الاولانيه ترو، الاجابه الثانيه ترو، الاجابه الثالثه فولس، ماشي، والاجابه الرابعه فولس. اخر سؤال عندي، جيف ريزون presence of hydrogen bond between water molecule. ليه موجودة الرابطة الهيدروجينية في الووتر موليكيول؟ هقول ان الووتر بولار كومباوند، ده اولا. غير كمان ان ال difference between hydrogen and oxygen in water molecule في الالكترونيجاتيفيتي هاي. يبقى هقول اهو because water polar compound and difference between oxygen and hydrogen is high في الالكترونيجاتيفيتي يا جماعة. طيب نمبر 2 بيقول lower part of stratosphere suitable for flying aeroplanes. طبعا احنا عارفين الطبقه السفلى في ستراتوسفير دي طبقه كويسه قوي للطيران. بقول ان هي no cloud no change، وحركه الهواء كمان الاير موفمنت فيها horizontal. يبقى هقول because no cloud no changes and air movement is horizontal. اخر سؤال بيقول البوتاسيوم مور اكتف ذان صوديوم. طبعا البوتاسيوم اعلى من الصوديوم لان هو يا جماعه مور في الاتوميك سايز، الاتوميك سايز بتاع البوتاسيوم اكبر. ودي برضو عايزه افكركم بيها، انا كان عندي اللي هو بوتاسيوم صوديوم بوتاسيوم ليثيوم صوديوم بوتاسيوم، تمام كده. انا عندي ليثيوم صوديوم بوتاسيوم، تمام. ثواني، سيزيوم رابيديوم. طبعا اقوى واحد فيهم هو مين؟ هو السيزيوم، واقل واحد فيهم هو الليثيوم. كل ما بنزل تحت الكيميكال اكتيفيتي انكريز، يعني لو جيت قارنت ما بين الصوديوم والبوتاسيوم هقول البوتاسيوم اعلى من الصوديوم، هقول ان هو مور اتوميك سايز، او الاتوميك سايز بتاعه اعلى. اتوميك سايز بوتاسيوم مور زين صوديوم. وبكده نكون خلصنا حل المحافظه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.